عرفت واش ما غيضرب مش كيخلعني وانا والو كنضولي كنضولي في وسط فارغو ديالو ويضور وانا كنضور. طبعا قالت لي انا مدام مسكينه مخشيه فواحد ربع وكدير لها كبيله نعسه على كرشي وكدير لها فواحد الجهه كندير ليه بحال هكا بحال هي حامله كندير ليه بحال هكا حتى شافني فرحت وتا هو فرح وتلاقينا. فاش وصلنا حدا داك المكان لقينا واحد الفلوكه كتسنانا داير واحد من التموج وصات سما في كيهزنا كيلو الزني بحال هكا من هنا ومن هنا هكا هكا بحال الريشه هكا ويلو حنيز المراه ويلوها وتخشف وتخشف واحد هذيك ديال برزه خشي ترجف واحد العشر ديال بورزه تلنا عمر بلا سن وعطينا وطلع معايا كيضرب 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 تصفي اصابع طاح وانا كندير بحال هكا تنفخ حتى انا عند فيا وكل انا موسى قداك كنضرب ناموسه كتسيب الدم في ذاك الحيط حتى النامو كيخليك والمدام كتبكي كي بالليل كتقول لذاك العسكر واحد العسكر كيهز هذاك الباب بالليل ما تحركش وكتجي كتبكي عنده كتمشي عند المراه كتقول لها تعطينا الرشاشه اوكي عطيني تنفخ ما كتحك ناموسه كل انا موسى ما عمرناش كاتب ناموس وتقول ماش كياكل وجات واحد السيده ما ديش اليوم غنمشيو عندي للدار وجات واحد السيده اخرى قالت لهم صبروا عيطوا لواحد الصوفي واحد المراه وجات مسكينه مع عيطت لها ما جات عيطوا صوفيا جات واحترموها كلشي احترمها ومن المدير احترمها تاع القنصليه من المدير تخيلي معايا الجمعه جات السبت الحد قدات لينا في السبت والحد القنصليه تحد نهار الحد خصمتهاش نهار الحد وتحد نهار الحد عاد مشينا وجلسنا عند الفطار علاش بكم قولنا مسكينه طلقات دواش وكان دخلتنا بيت النعاس ديالها نعسنا فيها تهلط فينا كنينا كلشي يعني ما مخصوصين من حتى حاجه عندها. يا السلام عليكم اخويا كديري نتمنى كامل تكونوا بخير وعلى خير. السيري دابا ما عرفناش في القناه الاولى ما عرفنا في القناه الثانيه السيري القصاص معنا مهدي والزوجه ديالو كريمه ومعي معكم فاطمه الزهراء راكم كتعرفوها. مهدي وكريمه علاش بغيت نديري هذه القصه هذه حيت دازوا بزاف المراحل اللي عاودوا ليا مهدي وبغيتوا يعاودوا ليكم نتوما باش تعرفوا ان الناس المزوجين راه كيضربوا تماره وراه الزواج راه ماشي ساهل وماشي يجي يتزوج يعني بغيتكم تشوفوا داكشي اللي دوزوا مساكن ودوزوا مغربين ماشي جاب البلاد دوزوا في الغرب. نبداو مع الكوبل ديال اكادير مهدي وكريمه ديالهم ومعرفونا على راسكم على الاول. شكرا لكم اخويا حسن. الله يحفظك. داكشي عرفنا انت وتعرفنا المهدي انت. انا مهدي، اسمي مهدي 24 عام، انا من اكادير. انا اسمي كريمه من اكادير 23 عام. ها قول لنا نهار تزوجتوا وبداو عندكم نهار فكرتوا انكم تحرموا بداو لنا القصه من هنا. المهم تزوجنا حنايا تزوجنا باقي صغار 17 عام صافي. انت عندك 17 عام وهو 18 صغار ها صافي تزوجنا. الوالدين كما كتعرف ما كانوش بغاو سميتو بغاو حتى تكبروا شويه حتى تكون عندكم 25 24. حنا ما عجبناش بهضرتهم تزوجنا. المهم الفكره ديال اننا نحرقوا فين جاتنا؟ كنا ساكنين في واحد السيبير كنا خدامين فيه وفي نفس الوقت كنعسوا فيه. علاش ديك الساعه تعرفت على واحد هذا واحد الجروب في الفيسبوك كنضموا العراسات العرس الاسطوري عرفتني عليهم وحده غير كنعرفها في الفيسبوك. تما بدات المعاناه ديال بصح منين اتفقوا باش انهم يديروا لي العرس وهذا تلاقينا في واحد الميتينغ تلاقى معايا واحد الصحفي قال لي اودي راه الا بغيتوا تعاونوا معاكم الناس يكريو لكم يفرشوا لكم وراجل كيقلب على خدمه دوزي معنا في واحد الفيديو راه غيتعاونوا معكم الناس. بطبيعه الحال درت بكلامه جيت السيبير قلتها لمهدي بنا معاهم في فيديو هو ما كانش بغا في الاول. منين بنا في الفيديو ديك السيده اللي توسط ليا بكل شيء عيطت ليا قالت لي اجي راه الفيديو ديالك تلاح. ومشينا عند هذيك الساعه بالليل صافي بدات شفت الناس كيبقاو يصونيو ليا بزاف كيبغيو يتعاونوا معايا وهذا صافي السيدة بحال قدي طمعات ولا شي حاجه ونهار عيط لي واحد السيد من ميرلفت قال لينا اجيو هاد الدار ونفرشها جيو في الجو تبحروا وهذا. بطبيعه الحال مشينا نهار مشينا حنا لميرلفت بقات السيده كتواصل معايا كتقول لي حكعتيني الفلوس صيفطي لي الفلوس محتاجه الفلوس. قلت لها شوفي انا غير نرجع لاكادير راه غادي نكري وغادي ندير شي فرايشات وندير نشوفوا شي فراشه لمهدي يخدم فيها لا شات شي حاجه والله حتى نعطيك صافي. من تما بدات صافي ويعني مشات الفيسبوك كتقول لهم هادوك راه نصابين هادوك راه ما خصهم خير. هضرت مع بزاف ديال لي باج منهم ليال ماريو ولا نسيت على سميتو هادوك راه شدوا 40 مليون بزاف ديال القصص. وكانت عندنا حنا واحد البركه اللي صيفطوا لينا الناس
شو هات لينا زعما السمعه ديالنا ما تقبلناهاش. تما طاحت علينا الفكره ديال الحريق تحرقوا ديك صافي فاش طاحت علينا الفكره قطعنا ديك الساعه مشينا قطعنا الطياره في لاجونس فينز كان صافي من تما مشينا لتركيا قطعتهم مشيو لتركيا مشينا لتركيا ديريك فاش مشينا ما كان عندنا والو من الفلوس لا ما كانش عندي فلوس الفلوس اللي كان اللي قطعت بهم الطياره انا والماده ما كانش عندي غادي زيرو درهم لتركيا لا غادي ما عندي والو اربعه غادي زيرو درهم لتركيا والماده ما كانش ديك الساعه كنعرف عليها والو تركيا نتي قلت غنمشي زعما وغنعيش فيها فهمتي ما كنتش وكنت في نفس السوق دايره بان نحرق تكمل دوز على اليونان ودخل صافي فاش هبط في المطار وبقيت جلست في المطار ما عنديش كيفاش نخرج داكشي جات واحد السيده من هي جات قالت لي واش بغيتي تحرق فاش نزلتوا في المطار ما عندكمش كيفاش تمشيو تدخلوا لاسطنبول مثلا ما عندنا والو ما عندناش باش تمشيو في المطار بقينا في المطار جالسين فيه قلت لنا بالجوع على انا ديك الساعات كنت حامله يلا في الشهور الاولين ومسكين مهدي مشى حتى لواحد دوك اللي كيبيعوا داك بيمو هذا هز فيهم بيمو جابوا لي عندي ربعه وزيد كاين دوك المحلات اللي كيكونوا في في المطار في المطار وزيد داك كوكيز دزتو الزيتو غادي 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 هز مسكين مهدي يعني فيها الجوع ضروري صوبي فيها الجوع حيت فيها كان فيها الجوع كتشدني الصفه تما جاو الحراقه الجزائريين تعرفنا معاهم في المطار قالوا لك تاهم بغاو يحرقوا صافي داونا معاهم خلصوا علينا كل شيء كانوا كيخلصوا علينا هما مشينا لاسطنبول ما فاش جلسنا في هذا الاوتيل ايه جلسنا تما شي سيمانه في الاوتيل وقالت لي واحد مرات الاوتيل قالت لي ودي راه كيحرقوها بشحال بشحال عطينا واحد القد ديال 120 ريال لواحد مادام 120 انا 120 كتب الدراهم ما عنديش صافي وطلبت منها الفلوس حنا بقينا كنسمعوا منهم الافكار كيفاش كيحرقوا وكيفاش وكيفاش ديك السيمانه اللي جلسنا استفدنا معاهم صافي مشيت انا مادام بوحدي لا مرة مشينا مع الجزائريه في الاول الخرجه الاولى مشينا مع الجزائريه فاش قطعنا من اسطنبول اللي درنا مشينا في التران وما خلصوا علينا التران وكل شيء هودنا في ادرنا ديك الليله باقي خرجنا على الشبيك مشينا للشبيك طلعنا تهودنا اليونان كنت تكرفصات في الشبيك تكرفصت بزاف قبل اصلا قبل ما نوصلوا الشبيك كانوا خرجوا لنا اكراد بالسلاح وهربت وكنت كنجري ديك الساعه كنت حامله سميتو فاش كنا غادي لادرنا الناس راه كيعرفوها اللي عرفها دخلنا واحد الغابه بحالها بعيده بزاف غابه هي مشينا ليها وخرجنا الاكراد هزين السلاح وقالنا عطيونا الفلوس قلنا ما عندناش الفلوس وكنا مع شي جزائريه واحد جزائري هو كيعرف يدوي بالتركي قال لهم هاد الجوج ما عندهمش مساكن حنا غنخلصوا عليهم نعطيهم عليهم 10 قالوا لهم هذاك لا 50 اورو وقبل واحد جزائري قال صافي انا نعطيه على هاد الجوج 50 اورو وخليهم واحد شويه هو يطمع هذاك الكردي داك التركي يطمع قال لهم 100 اورو صافي وانا قال لي هذاك الجزائري هرب مرتك هربت داك الطلا ما كنجري عاد كنجري هربت المدام وتبعتها انا وهما دخلوا مع الغابه وهذوك هزوا السلاح يضربوا زعما في السماء باش يدشرونا نوقفوا باش خرجنا عند البيران جلسنا فيهم حدا البيبان جلسنا تستا ديال سميتو تقريبا تستا صافي ومشينا وطلعنا على الشبيك ومشينا ليونان قبل ما تمشي للشبيك تشد الشبيك في الحوايج شدني في الحوايج حي كاع حوايجي تقطعوا ومساكن عطاوني الحوايج والدم شدها هنا حيت الشبيك عالي بزاف علوم دوبلو هي فاش طلعت شداتهم ما خلاش باقي تهبط فهمتي كيعذب تكرفصت فيه او بقينا في اليونان كنتمشاو بالشتا وهذا والجوع وكنا كنهزوا الديسير في اليونان نهار ونص حنا تحت الربيع نهار ونص حنا كاينه في وسط الربيع ما كنخرجوش وفازك والشتا كتكون في وسط باش تيدوزو باش يدوزو اخرين نتوما تكونوا مدرقين في الربيع مغبين تما نهار ونص ما كناكلو ما كنشربو والو صافي بقينا غاديين كنمشيو بالليل كنمشيو فوق السكه بالليل والشتا وكانت الشتا وصلنا واحد الخربات ما في ورسيه واحد البلاصه تاع ورسيه في اليونان في المقبره ديال اليونانيين مشينا واحد المقبره وفيها واحد الدار مهجوره ونعسنا فيها تما نعسنا فيها التصبح الثاني حيت كانت الشتاء بزاف عندهم الشتاء قاسحه ديال البصح خلاص الشتاء تركيا شويه كتكون قاسحه اصلا الجو عندهم شويه ديال الثلج كتكون قاسحه صافي وخرجنا على السكه منين دوزنا تما 4 الصباح حنا جايين السكه باش نكملوا الطريق صافي هما شدونا درنا فوت واحد الجروب مشى وبقى كيشيرني انا زعما حيدو راه كاينين البوليس في الجهه حنا ما رديناش صحابنا غير واش كيقولوا يلا زعما جيو جريو عندنا تمشينا تما وجراو علينا البوليس ومهدي مشى لهاد الجهه انا مشيت من هاد الجهه واحد الخلعه ما توصفوهاش صافي قلت مهدي ما عمرني باقي غنشوفو يقدر هو يتشد في الحبس عامين نقدر نتشد انا ما نتلقاوش دخلتنا دابا حنا هي فوق السكه
هي هبطت شي حتى الربع دخلت في الربع وانا طلعت هكا صافي ما خصش كلشي وفرت كون البوليس هما تبعوا البوليس هكا وحنا تبعوني هكا وانا اش كندير فاش تابعيني كندور حيت كيقولي وقف وهز عليا السلاح وانا معاك كيقولي وقف وشداني الضحكه شداني الضحكه كيقولي وقف وهزلك السلاح شداك شداني الضحكه واش معايا واحد الساكادو ثقيل وكنشوفها المدام وانا عرفت واش ما غيضربنيش كيخلعني وانا والو كندور لي فوسط فارغو ديالو هو يدور وانا كندور طبعا قلت لي انا مادام مسكينه مخشيه فواحد ربع كديرها كبيره نعسه على كلشي وما فواحد الجهه كندير ليه بحال هكا بحال هي حامله كندير ليه بحال هكا حتى شافني فرحت وتا هو فرح وتلاقينا وماني تيجريو علينا كنجري فاش تلاقينا دخلنا لواحد الغابه وهي الغابه مسدوده ودخلوا الكلاب هما شادين الكلاب بالسناسل وحنا دخلنا واحد الغابه صافي الشوك وشدني داك الشيء وتزيط في ديك الغامه كاينش باقي ما يخرج نعسان على كرشي والمدام نعسات على كرشا والكلب كيشمشمو ودازو حدايا وانا سد عيني وهما كيدوزو حيت اصلا الغابه مسدوده والكلب هو اللي جا وجا كيتمشى هو يشد ليا في السروال وجاو هرس ما ماشي تقلي من السروال ما يطلقش ليك من السروال هو يجي يهز عليا واحد العصي ويعطيها لي هنا حيت انا علاش حيت انا كنت كندير لهذوك هكا وكيسحب لي واش انا حراك انا اللي غادي بالكيب هبط عليا بواحد الهراوه لهنا وضرب هذوك كلشي عصاهم لا ما دام ماقاسهاش وما كتشوش فيهم كتخصك ديرها بحال هكا ومنين كيديونا في زعما كيديونا الحبس تاع عيونا الكيبي ورجعونا راه كيهزونا بحال هكا كيحطوا واحد فوق واحد فوق واحد انا هزوني من هنا داروا لي بحال هكا وداروا لي زدي دابا فوق الميدي دابا فاش خرجنا من ديك خرجونا تما ما خص ما تشوش فيهم كنمشي حاضر باش عرفوهم هذاك الشيء ديال دوك الناس كنمشي حاضر وما من التمين وفاش طلعت فيه راسي هو يعطيني خص ما تشوفش فيه وصافي شارجون تاع شارجون مشينا للحبس تاع ديال اليونان قلنا فيه شي 20 يوم على شحال هضرت قلنا فيه ديال اليونان وكان كيعطيونا هي الماء واللوبيا اللوبيا الماء واللوبيا في الفطور وفي الغداء وفي العشاء الماولوبيا الماولوبيا شديتو بجوج ولا كل واحد بوحدو لا كنحطو غراف داك الغراف تاع اللوبيا واش شديتو بجوج في مثلا في سيلون واحد تاع اليونان كانوا بيقسمونا كان ما بغيتش وخلوني انا وياه بوحدنا المهم تعاملوا معاه وخلوني انا وياه صافي ضربنا واحد الوقيته تما شارجونا في واحد الكاميو ثاني اييه وكي كاين شارجاوكم في كاميو سلعه داك الكاميو سخون حاجه شي ديال العسكر كمل صافي عمرو انت عمرو في داك الكاميو داونا حنا جينا على الشبيك وما مرضوناش على الشبيك ردونا على واحد البحر داك البحر يبصرا كيموتوا فيه بزاف الناس معروف في يوتيوب صافي مشينا دخلنا مع داك الغابه وكنحضروا ثاني هكا ما عرفناش اش كتمشى في الغابه وفاش وصلنا حدا داك المكان كان واحد الفلوكه كتسنانا داير واحد من التموج بصحت سما في كيهزنا كيلوزنا الزني بحال هكا من هنا ومن هنا هكا بحال الريشه هكا هو يلوحني الزمره هو يلوحها الزواح هو يلوحها والدراري فوق هزوكم لاحوكم لحونا في ديك الزوديغا وصاق بينا هذاك قطع بينا ذاك الواد ولحنا على واحد الغابه اخرى ديال تركيا ما شدناش الاطراك المهم لحونا تما وهز واحد العسكر ديال اليونان هز الفردي هو تيري في السماء وما يخرجون العسكر ديال الطور كيكونوا بينا في الغابات او تبعونا كاين يطلع مع الشجره انا كنهربت واكي مجغط عليه لاحكم ودرت ملي بس عمرت شو ملي درت شو لا كيطلقك على الغابه ديال تركيا وكيضرب السلاح باش يسمعوا العسكر بان حيت هذيك هي الطريقه باش كيعطوا واحد العلامه بان راه شدينا صافي فهمت هاكم وفاش خرجونا العسكر بحال داكشي ديال الافلام بحال فري فايت طلعوا مع الشجره انا جاو قالوا لي فينا هما فينا هما على الاخر عاد كيتيو ما همك بركات بيهم بركات بيهم اوكي ودو هذوك بحال القروده انا هربت انا عاد كتخيل هادشي وتخشى في واحد هذيك ديال برزه خشيت ترجي في واحد العشر ديال بورزه حتى لهنا عمر بلاسل وعطينا وطلع معايا كيضرب 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 تصفي اصابع طاح انا وكندير بحالك تنفخ حتى انا عند فيا بين رجلين كلشي كنديرو بحالك في الغابه نهار الدوام وجا وفاش شدي داك العسكري كيهز واحد التيشيرت وكيضربهم كيجري عليهم بعد كيولي تنفخ وخرج لي واحد الصحاب كيخوي عليه الماء يخوي عليه ماشي مشي زيد هزوكم داوكم الحبس ديال تركيا داونا ثاني من هزونا العسكر داونا كازيرنا ديال العسكر كازيرنا ديال العسكر كان باتوا في واحد البيت تاع الالمين في تركيا هذه ماشي في اليونان لا في تركيا سخونه في الحدود في واحد الغابه سخونه ديك البيت قبل الالمين وجا في وسط الشمس كانوا باتوا فيه ها عرفت هذاك العذاب الالمين وسطفونا كيديروا لنا انا هنا المدام المراه العائله وكيقسموا كيديروا واحد الكرش وكيديروا الرجال ليه ديك البيت كلها عمره البيت كنتلموا فيها كلنا مسكت هكا كنضرب ناموسه كتسيب الدم في داك الحيط حتى الناموسه كيخليكش والمدام كتبكي بالليل كتقول لذاك العسكر واحد العسكر كيهز داك الباب بالليل ما تحركش
وكتجي كتبكي عندو كتمشي عند المراه كتقول لها ودي عطيني الرشاشه اوكي عطيني حيت النفخه ما كتحك الناموس كل ناموس ما عمرنا شفت الناموس وتقول ماش كياكل عادي قداش وعادي قداش اخويا حسن داك الناموس تاعهم وتنفخات وكيرش ودبزت معاهم ما باش يعطيوها الرشاشه ودبزت معاهم وقال له ودي كالم كالم عطا واحد القرعه وكتمسك ترشها وعطاتها للناس تما كنبقاو عاد كترتاح شويه مع كت... النهار كتضربنا الشمس من النهار اش كيدير كيخرجوا ثاني كيجلسوا هنا فواحد الساحه فاش كيلعبوا الباسكت العسكر وكنجلسوا فيها النهار كله حنا في الشمس تال شكون كيجيبوا لنا دوك الغراف ثاني ديال اللوبيا بعد خدت دوك اللوبيا كاع ما كناكلهم كنجمعوهم ديما وحده فوق وحده وحده كنبنيو بهم كنلعبوا بهم كنلعبوا بهم تلعبوا بهم كنضيعوا بهم الوقت حيت صافي تكهنا ضيعوا بهم الوقت ضربنا شي 15 شي سيمانه تما وجاو ثاني واحد الكاميو اخر هو يشارجينا ثاني شارج النص وداونا ثاني لواحد الحبسه تاع حبس في الكرياج ودخلت المدام كتبكي مع دخلونا ليه صافي صافي وكتبكي مسكينه دخلنا لواحد البيت كنسينيو كنبصمو وكيصورونا كيصورك كيصورونا من هنا بحال الحبس هذا صافي كيحيدوا لك حوايج السيور عرفت عرفت بحال الافلام تما كيحيدوا لك تليفون خاتم اي حاجه عندك كيخليو لك غير الحوايج صافي انا دخلت مع باكستانيات قبل ما تدخل قبل ما تدخل فاش دخلنا كيكون كرياج هنا كبير وكرياج نو كيشوفوا فيك حباسه وديك الساحه هي فاش كيخرجوا كيتقضوا الكرو وانا المدام شاده فيا ما باش تطلق مني حيت كتبكي ما عرفاش مسكينه وكتعط كيسحب مغيدي وغيدي وتايا وكتقول لي ميتي زعما كيقول زعما تطلق منا والو ويضرب لي واحد الطشه والو ما بغيتش وكيضرب فيها كيضرب فيها عطي وجهي كيعطيه والو ما باش نتقع غير الدم كيسيل والو والو ما بغيناش الحباسه جهلو تشدينا كيصيفطوا الصنادل واحد الكرياج ناري ناري واتلقوهم والحكاره وكان كيسب تما والناس كيغوتو صافي واحد الوحده جات واحد البوليسه قالت لي وديها تلقاها راه غتمشي هي اش كاينه اش كاين راه غتمشي عند العيط ودار مشي عند الرجال صافي تقبلت مشات هي ديال العيات وانا تعرج ما كنشوفها كنشوفها شحال في النهار نص ساعه مع العشرة مع 10 حتى 11 نص ساعه اللي كتشوفها في النهار نص ساعه في النهار كنجلس كرسي هي انا وانا انا كنشوف فيها وتعاملوا معاكم بعدا كتشوفها نص ساعه يا عاد العيالات نتاع الرجال الناس كاملين اللي قال لي مزوجين لا انا مزوج المهم جاي عائله عائله هما هما كيجيو عندك كاين واحد الباف في الحبس من الداخل كيقول كيعطيك كيعيطك سميتك عرفت يعني العائله كيعيطها كيقول حسن كتجي تلاقى معاه نص ساعه وكي كتمشي للسيلون ديال العيالات كتجي للسيلون ديال الرجال ولكن فين كيتغداو الباب ديالنا حنايا مقابل مع ديك البلاصه فين كيتغداو هي كنسمعهم كيجيو كيتغداو كنمشي نطلف تقيبه تاع الباب كنشوفو داخل مع باش يمشي يتغدا وصافي دوزنا دوزنا شحال 15 يوم 20 يوم شي 20 يوم وكندبزو تما انا ويا ديما كنوضو الصداع هي كتنوض الساعه اللي عيطنا عند الرجال انا حيت كنت كاس مع المغاربه انا واحد الشومبره اللي فيها تما المغاربه وهي لسا ما قالتش مع المغاربه هي باكستان الناس ثانيات وكانوا كيتهلاو فيها كانوا كيشوفوا شعرها كيمشطوا ليها كيديروا مكياج لاصير كلشي ويلي كلشي كيديروا ليا اللي كيجي ما داكشي واحد باكستاني ضربت مع عامين ما بغاش يرجع لبلادها وزعما نقيت انا كاينه مع واحد الغرفه فيها غير نقيت الغرفات الاخرين خانزين خايبين خايبين جاب الله انا حطوني مع دوك نقيات ومهلين فيا كاين الدوش تما كندخلوا ديما ندوشو تلاقيت مع عراقيه عطاتني 50 اورو قالت لي الا خرجتي لي باني بيا انا ناطفيه شحال ديال القمن ناطفيه مهدي مسكين كيدير بحال هكا كيجبد بزاف ديال القمن كيدير ليهم بحال هكا كيدير هاك كيدير كتكون انا كوشينا 6 8 6 9 10 وكيسوس وكيدير هاه وكيسوس والو والو شي 4 شهور ما عمرني دوشت ما كندوشوش من خرجنا من تما ما كندوشوش فاش خرجتو دابا دوزت دوك 15 يوم من الحبسه التركيه زيد اش داروا لكم نتوما مدام صافي شارجوا ثاني فاتك اييه حنا نهار كنا نمشيو حنا كنتشارجوا ديما مشارجين ديما غاديين بينا في الكرام دعوا واحد الكار ما كيهبطكش في بلاصه اييه كيديروا كرام وتكب السوق داك لاحوا في اسطنبول ولا فين كيبعدوا على يدك حيت ديك الحدود ديالو كيصراي في السوايع ديال 3.7 سوايع على ديك البلاصه كيحطوك في تما لاحكم فيها ولا الدوام شي وحدين ولا لا مزقه وزاد داك الكار ديال الحبس هو كيخرجك كيخويك في اسطنبول من ادرنا لاسطنبول اكثر صافي لاحكم وزادوا مشاو بحال شوف حنا ايوا شنو درتو تما حنا بقينا داك اللي حطنا مع 4 الصباح اها صافي دوزنا تما في الزنقه الشرا ديالنا وياها حنا كنجلسو في الشرا ديال تما وكاين انا وياها كنا ديما معزولين حتى انا معايا امراه ايوا كيفاش درتو شنو المغرب شنو هذا كمل كنت قال لنا سيرو شي ناس قالوا ودي سيرو القنصري غير تساعدوا معكم حنا قلبنا عليها كنقلبوا عليها صعيبه
لينا فات الحفره تما صافي فاش مشينا ما عطوناش الوقت تما ما كيدهوش معاك نهائيا كنطلبها كتبكي المدام و المدام كتخزن كنهضر كل عمره بالدم شهر كانت حاله فاش لا ديك الساعه صافي حيتاش من رجعونا لسميتو عاودنا حرقنا ورجعنا ثاني عادش فاش دار الكورتاج في الحبس ديال اليوم ديال الكورتاج في الحبس ديال تركيا علاش داروا لي داوني السبيطار حيتاش كان فيا النزيف وداوني السبيطار قست فيه 3 ايام علاش داروا لي كورتاج بلا بلجه ديال الكورتاج اين محمد كديروا لا علاش خليتيهم يديروا لك بلا خفتي ما ينزلها شي حاجه عضه ولا شي حاجه عارفين بلا جي اي خافتين زولا لا لا ما جي حاجه ما عرفتش الناس يفتحوا لها يديروا لها شي حاجه ما دي عندهم ما والو تما هما ولاد بلادهم اللي كيسبوا وكان وسبيت لهم ديك الساعه قدام السما والسم الجاج ودخل معايا في الاخر حيتاش كيسمعني كان غواش وهذا وبقى كيهرس الجاج تدخلو هرستو شفتو كله بلاحظ خرجوا لي فاش تكرصنا مشينا للقنصليه طلبنا منهم مساعده وكشي ما باوش وكانت المدام عبره الدم وكتدخل عندهم كيقول لها سير فحالك كنقولوا ودي عندي المره كتنزف عطوني على سي باس ما عنديش باسبور مشى بيا باش ندخل بها المطار استنى باش نبقى نبات فيه ما بغاوش قال لي سي باس الا بغيتي جيبني البي باش نعطيو لي سي باس اوكي جاو جرى على المدير وعندنا البوليس ساعطور كان المدير ديال القنصل جرى عليهم فهمتي صافي واحد السيد اللي وقفنا تما نبيل واحد خدام مع المخابرات داك السيد هو اللي ديما كيتعاون معنا في ديك الشهر كلها ديك الشهر كلها اللي جا كيقول لي هذوك الناس كيشرح لهم وكيعطيونا 10 ليره كيجيو لعابه كيجيو لعابه كيعطيونا 100 ليره واحد الموظف حتى هو تما 100 دولار واحد الموظف جاب لي حوايج تاع مرطو المهم دائما كل نهار كيعطينا اي واحد ما يصيب شي ورقه في القنصل مسكين واحد هو اللي كيستقبل قال لهم انت مساكن هذوك كينعسوا في الزنقه حنا ديما شي سيمانه حنا كنعسوا في القنصل شهر شهر حنا حداهم وكان ديما فازقين كيلقاونا فازقين بالماء حيت الشهر داك الشهر كله وكيلقاونا فازقين بالماء وما كيتسوقوش لنا الموظفه كيدخلوا كلهم دوك جوج موظفه اللي كيحلوا فينا المباقي ما كيعطينا ديما الفلوس كيجي مسكين في الصباح كيعطينا 50 ليره كيقول لنا كوصلوا تفطروا واجيو مسكين حنا كنجيو تما زعما بحال كنطلبوا كنجيو كنلبسوا تما الناس كيقادوا الوراق كاين اللي كيقولها ودي عاونهم وكيجي كيعاون الناس حنا ديما كنسبتونا هذيك السيمانه الاثنين الجمعه السبت الاحد الاثنين راه غنشدو صافي حتى ما واحد الخطره روينا دخلت على المدير ودخلت على المدير وبغيت ندبس تما عاد شي واحد السيده شافت ديك الحاله كلها وعيطات لا قبل ما تعيط لصوفيا جاو البوليس من القنصليه ديال تما عيط للبوليس ودي سي جي وجاو دوك البوليس جا وقال لي ما يكون مجموع من الاسعاف حيت المدام ضربات يديها تما خرج ليها شكون عايش شكون دار لكم هذه الفكره ديال تجي صوفيا الطالون واحد السيده شافت البوس بيد ديونا دارونا ميلوط خاصنا ضروري ما ندوزو الحبس عام فيها بانجي باش عادش باش يديوك للمغرب عام كاين اللي كيضرب عامين راه الناس ملي كنا حنا في القنصل ضربنا شهر راه كيجيو الناس بزاف كيجيبوهم البوليس كيقولك حنا راه ضربنا في الحبس عامين وما بقاوش كيلوحوك في الحبس وما كيتسوقوش ليك الباسبورات نقول فين بقاو نحن لا هم باش ما يرجعوش المغرب باش ما يرجعوكم فاش حتى متكرص بزاف اوف كاش كنت لاحظت وجاوب مصبي ديونا وكتبكي المدام وجات واحد السيده قالت لهم ما ديش ديونا غيمشيو عندي للدار وجات واحد السيده اخرى قالت لهم صبروا عيطوا لواحد الصوفيه واحد المراه وجات مسكينه مع عيطت لها ما جات عيطوا لصوفيا جات واحترموها كلشي احترمها ومن المدير احترمها تاع القنصليه من المدير تخيلي معايا الجمعه جات السبت الحد قدتني نفس السبت والحد القنصليه تحلت نهار الحد خصها ما تحلش نهار الحد وتحلت نهار الحد تحلت نهار الحد قول لي حشومه علاش جات صوفيا زعما عندك عاد صيبت لي الوراق مسكينه وقلت عندها في الدار وكليت هادشي في 2000 شنو 2018 وكليت عندها ودوش 2018 ديك الساعه باقا يلا في البديه ديال صوفيا وقع لها تما يلا علاش كتلونس تما وسميتو وسنا عندها شي 3 ايام في الدار كلينا وشربنا وسكينا بيا وداتنا النيشان المطار صافي هي معروفه بهذيك دير الخير مع الناس صافي منين جينا رجعنا لكازا قالوا لكم مراقبكم السبت والحد السبت والحد الاثنين داتكم مسكينه عندها الدار داتنا للدار الجمعه حنا عندها حتى الاثنين بالعشيه عاد مشينا وجلسنا عند الفطار عناج بكم قولنا مسكينه طلقه تدواش وكان دخلتنا بيت النعاس ديالها نعسنا فيها تهلات فينا كنينا كلشي يعني ما مخصوصين من حتى حاجه عندها ومنين جينا لكازا ما عندنا والو راه جينا ردوكم بعدا عطاتكم الريسيباسي مشيتو ل هي قطعت لينا البي هي قطعت لكم من عندها من جيبها انا وياها شي 120 ديك الساعه كان غالي 120 غير الروتور وفاش جينا جيت لكازا وندمت لها الجي الثاني علاش
شتي ثاني ندانا انا وياه كنا بقينا عندنا كنا في المولد تكرصنا ثاني حيت جينا انا ما عندنا والو طلع في كازا ما عندنا والو وسبحان الله العظيم مع من تلاقينا في كازا واحد السيده تجلات ليها بنتها في تركيا صافي هي تعرفنا على في المطار وداك الشيء في كازا وداتنا مسكينه للدار القنيطره سوق الاربع داتنا وجلسنا عندها شي سيمانه صافي وحشمت انا حشمت قلت لها ما تصيح علينا ولا صافي قلت لها زعما راه عندي فلوس راه نمشي نمشي وانا واخا خرجت مع السريه شو ما عندي والو وسوق الاربع ايام بحال الاباديه صافي عرفت شكون ديك الساعه اللي خلص عليا الكورونا معاه فمشيت لطنجه كيقول لي وريني السيده غتدخل معاها جمعت الباسبور كله وعطاتهم لي باش هي تدخل باش تدخل اولا هذا المطور قال لها واحد بواحد كيشوفوا جاك عاد كدوز كيشوف هي راه وصلت فين وصلت وسط الصنطه وواحد السيد بقى كضرب داك السيد كطلع لفوق تما انا بداو ديال مشي ديال سيري انا غنمشي وجات مسكينه فرحت من 8 الصباح حتى 6 وانا كنتسنى كدار المرسى صافي كيقولوا لي صافي انا شي براش ما كيحركو كانوا كيدخشوا في الحقه لهم تصبر انا مشيت صافي هو بزاف هادشي صافي مشيت وفرح فاشي دبالي جايه مش دبالي قال لها يا ناري وفرح صافي غنمشي مسكينه تما بعدا واخا انا تايق فيها قلت غنمشي مسكينه تما غتقول لي راه وصلت في الفيسبوك غنلحق على باي طريقه انا نلحق على باي طريقه انت عاجب بوحدك بعدا تزهق بوحدك ماشي عاجب فاش جات مسكينه ولينا كنعسو في مدينه قديمه حدا واحد الجرده كنعسو يومين تما وعطي تاب الليل كنعسو تما حط واحد البريزه انا وكنعسو حتى جا واحد السيد مسكين وقف عليا بالليل بحال صيفط لي سيدي ربي وقف عليا جا عندي واحد وانا عسو جا عندي خرج من المصر وجا عندي الطوموبيل قال لي مالك واش مالك هذيك قلت لها وقلت حدا قال لي ما كتنعس ديما كندوز كنلقاك ناعس كنلقى المرصى قال لي اش ما قلت لها قال لي ودابا واش بغيتو تخدمو قلت لها بغيت نخدم قال لي فاش ما قلت لي فاش ما وداني انا المدام واحد قهوه فيها شي شوف هذاك الشيء صافي ودخلت مع ديك السبع ديالي وقلت ست تما كنتسنى الباترون وانا مع فيا الناس وكانت هي المدام فيق فيق راه غيشوف ما غاديش يقبلك وحنا كنديروها غيشوف راه غيشوف دايرين هكا ما غيخدمناش حتى ولا خليهاش مع الناس بعدا معنا شي ما عمرني ناس ما كناش ديما عينا غادي كنتنسي وانا كنقال دخلنا تما بقينا ناعسين وكنتسنى الباترون وفيها الناس بيتها الناس انا صافي يجي ويقول لي واش بغيت تخدم قلت لها مشي قال لها صافي مرات تمشي داك النهار باقي ما نعسنا ما والو داك النهار خدمكم بعدا مرات تخدم في الكوزينه كتغسل ما عنوان وانا كنغسل الشيشه غسل الريوس الشيشه بقينا ديما وتما راه كنمشي نتسخر كنسخر كنهز الثقال وداك الشيء المدام ديما خدامه لي وكيجينا كيجي عندنا مع 6 الصباح حنا ناعسين تما عطانا واحد البيت صغيره صغيره بيت الماء بيت بيت الماء كنعسو فيها انا ما دورش هكا لا هكا وكيجينا مع 6 الصباح كيخدم بينا من الساعة الصباح حتى الوحدة نص جوج أو كنزيدو في السوع ونهار ضربنا تما شهر عطانا 30,000 ريال 15 في الواحد شهر هادشي كامل عطاكم 15,000 ريال وتخاصم معاه تما قلت ليه علاش فهمتي كنا نقول لك كنا مابقايش برا وكتخاصم معاه هو دابا استغنى فهمتي شحال تالي من الساعة الصباح حتى الوحدة من الساعة الصباح حتى الوحدة وتما راه 18 ساعة من 6 الصباح حتى حتى 2 ديال الليل 18 ساعة بزاف عطانا 30,000 ريال 15,000 ريال فرحنا حنا قلنا واش يعطينا شي 40 وري 40 ما كافياكمش حنا بغينا 80 مزيانة زعما 80 بجوجكم مزيان شدينا ديك 15,000 ريال صافي حضرنا راسنا جينا لكادير وجينا لكادير بها وجيت شكلت واحد البيت كوزين وتواليت وما كانش عندي فراش جدا واحد الحصيره واحد البوطه صغيره ومشيت خدمت هنا في هادو في كادير خدمت في بواطاج جبت معايا الحرفه تما زعما زعما العود الشيشه كنت باش كنصيبها وجيت خدام هنا خدمت شويه المهم خدمت في بيت كنشري معان شويه مزيان صافي وليت خدام وديبانيتو ودخلت مع الوقت انا وياها وكل مره فين ساكن كمره بين مع الجيران مره بين التواليت
كل مره كنا بعد ما كان كرو بيتو طوالت مشروك مع الناس راك دائما الحمد لله المهم الاخوان كانت هذه القصه ديال المهدي وكريمه كانت قصه زوينه دوزو فيها مساكن تامره باقي لحد الان مساكن مقاتلين مع الوقت ومصوفين وهذه غنخلي لكم القناه ديالهم في الديسكريبسيون الناس اللي باغيني يدعموهم لا ماديا لا معنويا بغيت نخلي انستغرام ديالكم المهم معلومه على القناه ديالهم اهم حاجه هي تابوناو معهم تقراشي في الديسكريبسيون بغيتكم كاملين تابوناو معهم باش منين مساكن يصوفيو حياتهم من هنا من لواحد العام ان شاء الله تلقاهم بخير وعلى خير بنيه داخله كتقرا بزاف د الحوايج المهم خليكم راشين ديالو بغيتكم كاملين تعاونوا معاه غادخلوا انستغرام ديالي غتلقاوني ديال ستوريات تابوناو معهم حتى ستوريات كملوا لي 30000 ياك حتى ل 26 ان شاء الله تكملوا 30000 وكملوا انا جيني اكادير باش نضحك معهم نعزز عليا لي كوبل بحال هذا حيت كتشوفوني قليل ماشي كوبل كتفرج فيا كتشوفني قليل باش كنمشي عند شي واحد قليل باش كنمشي عند شي واحد ما عنديش شي واحد ولكن شي واحد دخل ليا خاطري ومن هضرته مسكين فاش دوى معايا تخيل خاطرك لي انا غنمشي عندي كنت بنجيبو عندي 16 مثلا ما يتصور ما كاين حتى شي حاجه واش خصني نمشي انا نصور باش يبانوا معايا فلوغات ونبارطاجيو معايا نحط لكم الشين ديالهم في الديسكريبسيون باش تعاونوا معاهم المهم كان هذا هو الفلوغ نتمنى تعجبكم القصه ديالهم غتسنى واحد الفلوغ ديال التماسيح غنديروا موراها حتى غتلاح القصه غندير لكم فلوغ ديال التماسيح حتى مره غادي نلوح لكم فيديوهات فوالا راه مع كريمه داروا معنا فيديوهات ودارت فاطمه الزهراء فيديوهات مع كريمه المهم غتابوناو معاهم وفعلوا لهم الجرس ضروري تفعلوا لهم الجرس راه حتى هما بقاو يلوحوا لكم فيديوهات راه نفس الكونسيبت اللي كنديروا حنايا كيديروا حتى هما غيبقاو يلوحوا لكم فيديوهات راه دويت مع مهدي باش قايلوا فيديوهات على الاقل مره في جوج مرات في السيمانه ثلاث مرات في السيمانه باش يبقاني تيتخلص من داك 2500 3000 درهم باش هو يصوبي ومن هنا قدام علاش لا يبدل حالك ويدير الايكوميرس ان شاء الله خويا حسين قلت لي كنجرب ودنا اش كنقول لك كنقول لك كنقول لي شوف خلي يوتيوب ابار ودير الايكوميرس دير شي حاجه اخرى باش ما تبقاش ملاهي بخدمه واحده حيت تقدر حيت قلت لي راه موظفين كاين اللي موظف ودير خدمه اخرى ما مكابيش معاه عاد انت اللي يلاه باغي تبدا وبزاف د الحوايج عافاكم الاخوان بغيت لكم طليبه واحده الله يرحم لكم الوالدين والله يسهل لكم نخليكم الشين ديالهم في الديسكريبسيون بغيتكم كاملين تابوناو معاهم ودعموهم اي فيديو لاحوا تفرجوا فيه كان معكم حسن غونزاس فاطمه الزهيري الزهيري غونزاس مهدي وكريمه وغادي نمشيو بحالنا دابا هذا النهار الاخر عنده غادي نمشيو بحالنا باش نشوف بحالنا 16 كان معكم حسن غونزاس ما حسيناش بهم شوف والله الا مرحبا بكم عندنا قلت لي شهر ولا شهرين بين ما قديتي لاشين وديك الساعه جي عندي مرحبا على الرسمي وباقي تشوفوا معايا واش رشقت ليا والله تنعاود نرجع عنده ان شاء الله كان معكم حسن غونزاليس تهلاو لنا فراسكم يلاه ان شاء الله